سيدي الفاضل، أكبر ملاحظة وقفت عليها هو استهزاء مجلس النواب بالليبيين جمعاء، واستهزاء بجميع الكتل السياسية الموجودة على ليبيا، وعدم إقرارهم أو أخذهم الطريق الصواب لإنقاذ البلد، وإنما يتكلمون من فحوى مصالحهم الشخصية دائما. هذا ما عودونا مجلس النواب دائما. أنا أقول بأن هذه الجلسة، أولا هم الذين عدلوا القانون، ثم أتوا إلى التعديل الدستوري، يعني أتوا إلى الفرع ثم عدلوا الأصل. يعني لا أدري هذا من يقبلها من القانونيين الذين، هل هو استهتار بالشعب الليبي أو أن الشعب الليبي غير مواكب؟ طيب، لأن السيد إدريس بوفايد يقول أن الأصل هي جلسة على القانون الاستفتاء، ولكن أرفق أو قام بإرفاق المادة العاشرة من قبل العقيلة صالح، يعني المسألة تلفيق وليس هي تعديل دستوري. الجلسة كانت من شهر 7 كانوا يماطلون فيها، وهذه الجلسة كانت على قانون الاستفتاء. ثم في آخر يوم قال السيد عقيلة صالح نعدل الإعلان الدستوري بناء على قانون الاستفتاء الذين استنبطوه من أنفسهم. الإعلان طبعا بالنسبة لقانون الاستفتاء هو عبارة عن يعني مخالف للإعلان الدستوري، ولا أستغرب من مجلس النواب أن يخالف الإعلان الدستوري لأنه دائما مخالف للقوانين وأحكام المحكمة. طيب كيف يا أستاذ عماد، كيف أنت ذكرت الآن أن هذا قانون الاستفتاء هو استهزاء بالليبيين؟ كيف استهزاء بالليبيين؟ سيدي الفاضل، لو كانوا يريدون قانون استفتاء صحيح، أولا الدستور لديه أكثر من سنة بين أدراج مجلس النواب، ويستطيعون أن يخرجون قانون الاستفتاء في شهر ولم يأتوا بهذا الشهر، ثم إحراجهم من المجتمع الدولي والكلام على الدستور. أتوا بقانون، قانون لن يكون بمكان ولن يكون دستور للبلاد بمكان، وهم يعرفون العراقيل التي وضعوها في قانون الاستفتاء حتى لا يتمكن الشعب الليبي من الاستفتاء. قالوا لا للدستور ولكن بقانون وليس بكلام. يعني هل يتوقع بأن الشعب الليبي غير واعي بما يحدث؟ واعي الشعب الليبي. ثانيا، ما الخوف الذي أرهبهم؟ ما هو الذي أرهبهم من الدستور وخروج الدستور مجلس النواب؟ أرهبهم لذلك وضعوا العراقيل حتى لا يكون دستور، وهو عبارة عن زيادة من عمر الأزمة الليبية وزيادة من المرحلة الانتقالية. ثالثا، بالنسبة لمجلس النواب عندما قال إذا أتى الدستور هذا بلا سنذهب إلى الانتخابات، هي عبارة عن نية مبيتة إلى انتخابات قادمة بدون دستور، وهو عبارة زيادة من المرحلة المؤقتة، وهو عبارة عن زيادة من عمر الأزمة وزيادة من معاناة الشعب الليبي.